رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء، أهلا وسهلا فيكم بها الصبحية. محطتنا هلأ مباشرة راح تكون عبر تطبيق زوم مع مايا صغيب، خبيرة في العالم الرقمي والتسويق الإلكتروني. مايا صباح الخير. صباح النور، حال كيفك اليوم؟ يعني ما بنعرف إذا منيح أو مش منيح. عن جد الحزن بطبيعة الحال عام قلوبنا وحياتنا اليومية. صح 100%، إن شاء الله دايما بتكوني منيحة وكل أصدقائنا المشاهدين يا إذا مايا. منيح لا شكرا لك سحر، وأنت كمان. شكرا مايا. اليوم بدنا نحكي كيف عم تنمحى الاكونتات حسب المحتوى يلي عم بيكون خلال الحرب، يعني وهيدي سمعناها من كتار من الناس، في منهم عم بينزلوا مثلا بوستات مساندة لأهل غزة، في منهم عم بينزلوا بوستات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، ولكن بيتفاجئوا بيلاقوا هالاكونتات انمحوا كلهم وكأن شيئا لم يكن. خبرينا شو عم بيصير ومين هيدا القوي هالقد يلي قادر يفوت على كل اكونت يشوف شو عامل وشو كاتب وشو راسم واي رساله بده يوديها ليمحيها وباي طريقه. اوكي، بداية بدي اكيد يعني لما نوقف وقفة تضامنية اليوم، البلد كله يعني حادد طبعا على الحادثة اللي صارت امبارح وعلى كل الاحداث اللي عم نقطع فيها. بدنا نترحم على روح الموتى والشهداء اللي راحوا امبارح. لا يعني حبيت اليوم الحلقه تكون لانه عم نجمع بين اللي عم بيصير وعالم التكنولوجيا. يعني مش قادره يطلع مني مضمون صراحه اكثر من هالقد يكون أكيد. عم ضوي، لانه موضوع الساعه والنتيجه موضوع بهم كثار ولازم نضوي عليه ولازم نحكي عنه اكثر. صحيح. ليه عم بيصير في هالشادو بانينج رح نسميها، او سنسورشيب على مضمون، ان كان داعمه ان كان فيها هاشتاجز معينه. رح نحكي شوي عن جايد لاينز اصلا تبع المنصات كفتح. يعني خلينا نبلش اول شيء بالميتا، لانه عم نواجه هذا الموضوع اكثر شيء على المنصات التابعه لميتا، يعني فيسبوك، انستغرام، ثريدز، واتساب، حتى واتساب رح نحكي اكثر، لانه نحن نعرف انه واتساب انكربتد ونحن مطمنين بيننا انه واتساب المعلومات اللي عم نتنقل عليه هي ما المفروض تكون مراقبه. بس انا برجع دائما بذكر انه نحن مسلمين حياتنا معلوماتنا كلها على السيرفرز عندهم، سو ما حدا محمي كليا من يعني كشف عن المعلومات اللي بيحطها. هلا الميتا نعرف سياستها تنكون واضحين، ونعرف انه هي اكيد ما حتكون داعمه لبوستات داعمه لفلسطين ولا غزة. واليوم هلا في خطوات رح نحكي عنها طبعا، شو فينا نعمل اذا بدنا اكيد نكون عم يعني عم نساند وندعم كمان اللي عم بيصير مع اهل فلسطين وغزه من دون ما نتعرض لشادو بانينج. هلا شادو بانينج هو وقت نحن بنطلع صوره، ستوري، خبر، اي شيء، ارتكل، وما بنكون على درايه انه هو ما عم بيوصل. يعني بتشوف لا ستوريز بيكون رايح عليها فيوز ولا البوست بحد ذاته عليه انتراكشنز او متابعات، لانه نعمل على المنصه شادو بانينج. هلا مؤخرا كمان بمتى انه جراء الريستريكشنز اللي عم بتصير، انه في اشياء عم بتروح هي يمكن ما تابعه للجايد لاينز تبعها، يعني ما المفروض اصلا تكون ريستريكتد، بس عم بتروح بالغلط. نعرف قد ايه هالقد الغلط، بس نحن كل شيء عم نطلعه مؤخرا خاصه بدعم عم بيكون ان كان صور فيها تكون دمويه او غير دمويه، مع انه الجايد لاينز واضحه انه اشياء دمويه او مشاهد عنف او مشاهد قتل هو اصلا على كل المنصات، مش يعني دغري بيحطوا عليه كونتنت سنسورد او بيحطوا له بان انه تمان شارك هالقد اشياء، خاصه انه في اولاد او مراهقين على هيدي المنصات، تما يصيروا عرضه لهالمضمون اللي الى حد ما عنيف. بينما اليوم عم نشوف انه حيالله بوست او ستوري داعمه ما فيها هدول المشاهد العنيفه كمان عم تتعرض لبان. رح ننتقل على غير كمان منصات. عندك تليجرام كان في فتره كمان قطعت في جروبات وتشانلز، نحن متعودين على تليجرام على التشانلز قبل ما تفوت على الواتساب، كمان داعمه وكانت عم بتوصل لمئات الالوف السبسكرايبرز. كمان الكونتنت تبع اللي عم بيصير ان كان خلال الحرب او ان كان داعم لفلسطين، اليوم كمان عم ترجع تليجرام تاخذ ارجاعات بهذا الموضوع. اكس
كمان سمح بهذا المضمون انه كان انتشر بوقت وفتره طويله، وكمان لانه صار في عنده كثير احالات بالموظفين، فما كان فيها المراقبه الدقيقه، بس كمان عم ياخذوا خطوات تحذير واجراءات لحتى يشيلوا هذا المضمون، يعني على شتى الاحوال وبكل المنصات ماشيين بهذا الخط انه كل شيء داعم تقريبا لفلسطين عم بيعملوا له ريستريكشنز او بان، او عم بيصير في عليه شادو بان مثل ما سبق وذكرت شو بتعني هذه العباره. كيف فينا تيك توك شو فينا نعمل مايا؟ نحن الناس المعلوماتنا تعتبر وسط بهذا المجال، يعني منا كثير نحن بروفيشنال وما بعرف شو، نحن هالناس بالتحديد كيف فينا نحمي اكونتاتنا؟ نعم. كيف انا في اذا نزلت بوست خلي ما حدا يجي يمحي لي هالبوست او يقيمه من اساساته؟ الا اذا كان هاكر اكيد يعني. هي مش هاكر، هو المنصه بحد ذاتها عم تمحيهم، مش حدا عم يجي يمحي لهم. اذا حطيت بوست داعم مش هاكر اللي عم بمحي، هي المنصه، يعني انا عم سمي ميتا وتليجرام وواتساب حتى، مش هيك عم بقول لك انه المنصات، لان هي يعني نحن بنعرف انه سياساتها ما هن امريكا، يعني بالنتيجه ميتا هي امريكا، صح؟ يعني نحن عم نجي اليوم نطلع شيء بعاكس سياساتهم وبعاكس الجايد لاينز تبعهم. هلا الجايد لاينز ترجع ذكي، الجايد لاينز اللي عاده تفرضها منصات التواصل الاجتماعي هي انه ما نطلع مضمون فيه مشاهد عنيفه دمويه قتل الى ما هنالك، بس عم برجع اقول انه اليوم حتى الهاشتاجز حتى البوستات والستوريز المتعلقه بدعم غزة وفلسطين هن اللي عم ينعملوا حتى شادو بانج، يعني زحنا عن الجايد لاينز. هون اللي عم بقول انه ليه عم بيصير في هذا البان؟ ذكرت اول سبب بالنتيجه، ثاني سبب بيعتبروا كمان انه في هاشتاجز هي الى حد ما يمكن تصنف على انها غير مسالمه، مشان هيك كمان بيرصدها الالغوريتم، يعني نحن عم نحكي خوارزميات هيدي المنصه. تيك توك اكثر شيء لحد هلا عم بيتيح مشاركه هالستوريز او الريلز او الفيديوز اللي عم تطلع وبتشوفيها منتشره اكثر شيء على تيك توك، صح؟ يعني نحن عم نتابع اغلب الاخبار اليوم عن جد من وراء منصه تيك توك، يمكن لانه سياستها مختلفه، يمكن لانه تيك توك عاده ما عندها هالقد اجراءات احترازيه على الكونتنت اللي بيطلع، بينما ميتا بكل شيء اجمالا عندها كثير ريستريكشنز على حي الله مضمون بيطلع، اليوم ما فيك تطلع حتى صوره سلاح بهالفترة أو بغير فترات عادة على متى كان كمان ما لك حق تطلعي صورة سلاح أو كمان بينعمل لها سنسرشيب. فمجين كان برجع أذكر نحن اليوم شو فينا نعمل؟ برجع بنقول مش الهاكرز اللي عم ياخذوا عم بيعملوا بان على المنصات بحد ذاتها لأنه تابعة على السياسة الخارجية. بالنتيجة هيدا لأنه إذا بتحط داعمة لطرف آخر ما عم بيمحوه، عرفتي؟ يعني بس عم بمحوا الدعم للطرف الفلسطيني. هلا لنحكي شو فينا نعمل؟ شو بدهم يمحوا ليمحوا؟ ما العالم كله ضاجج بالموضوع، والعالم كله عارف شو، وبلدان العالم من اقصاها الى اقصى الكره الارضيه كلها عارفه شو عم بيصير، قد ايه بدهم يمحوا ليمحوا؟ هلا هي يعني لانه الشعب بالنتيجه العربي كله اللي هلا داعم، يعني برجع بقول لك الاشياء اللي رح تنرصد وتتمحى هي اجمالا الهاشتاجز، يعني بس تشوفي طوفان الاقصى بتشوفيها انه غير مباحه انك تحطيها، الهاشتاجز اللي اكثر شيء هلا عم نشوفهم موجودين على المنصات هن هدول بحد ذاتهم اللي ممكن يكونوا عم يتم رصدهم وازالتهم. مثل ما عم تذكري يعني عم ارجع هون اذكر للمشاهدين في قصص فينا نشاركها، في قصص بتعبر عن جد عن تضامن من قلبنا ومن روحنا، ونحن بالنتيجه كمان خايضين المعركه يعني بلبنان مثلهم، بس اليوم بتفرجي دعم بطرق ما تخليها تكون هالقد نقدر يتم رصدها. رح اعطي شويه هيك هنس او نصائح شو فينا نعمل، بدنا نعبر عن راينا، ما بدنا يصير في علينا بان من هيدي المنصات، بدنا نضل عم نعلي صوتنا. يعني هيدا سؤال مايا، وكنت بدي كمان اسالك شيء، اذا هيك لعبناها ذكيه إذا بدك، هلا ما تضحكي كثير، بس إذا لعبناها ذكية ووصلنا الرسالة بطريقة مبطنة كمان بيمحوه؟
اوكي، هون اللي جاي لك. اول شيء في تطبيق وجد هلا هيك مؤخرا كمان، بتحط النص اللي بدك تعمليه. نحن بنعرف في كمان كلمات مخصصه بالحرب حتى مش مسموحه اصلا تطلع على متن. اوكي، نعم سو منشان هيك عاده بنصير نقسمها نقطشها، تحط يعني هاشتاج، تحط داش، تحط عرفتي يعني قد ما فينا عاده، او نقط. بتشوفي في كثير نقط تكسر بس ضمن الالغوريثم. صار في تطبيق كمان شفته مؤخرا، بتحطي الجمله العباره اللي بدك اياها، بقسم لك اياها هذا التطبيق، بتعملي لها كوبي وبتعملي لها بيست اذا بدك تاخذي يعني اكيد مفهومه، بتضل الجمله بس مقطشه بشكل انه ما يرصدها الالغوريثم الى حد ما. هلا فينا نعمله كمان من الخطوات الاخرى. اول شيء ما نطلع ستوريز كلها على فرد توبيك ورا بعضها. اوكي، نعم يعني بدك تطلع 10 ستوريز، ما يكون يعني طلعي ستوري. هلا كمان في شفت بالريسيرش تبعي في حدا مطلع ستوري عن زيرو فيوز، من بعدها بنص ساعه طلعت ستوري عن تنوره في عليها 91 فيوز. هيك كيف عم بتروح قصص عليها شادو بانينج، قصص عم بتضل عادي، يعني قد ايه الالجوريثم عم بدقق وعم بيشوف. وما تنسي انه الالجوريثم بيقرا النص بقلب الصوره كمان مش بس صح الصوره. مظبوط. اوكي، بقى نحن اليوم هلا في رح اعطي كمان خطوه هي ضد مبادئي، بس انه للي بده انه كمان ما يتم رصد المحتوى الى حد ما. اليوم الابديت صارت هلا مؤخرا، يعني ابديت على هدول المنصات صارت مؤخرا، سو اللي بده ما يضل كمان ينرس، بده ما يعمل ابديت على الاشياء الجديده اللي هلا صارت على هيدي المنصات. يعني برجع بقول لك لانه ضد مبادئ عاده بضلني اقول لا اعملوا ابديت اعملوا مظبوط، ابديت، انت كنت تضلي وممكن تقولي لنا اعملوا ابديت، بس هلا فينا نحن انه ما نعمل ابديت، خلينا نضل بلا ابديت، هلا شو بصير؟ فينا نضل بلا هيدي الابديت، لانه برجع بقول لك انه هيدي مؤخرا الاشياء الاحترازيه عم تخدم. سو بعد فينا نحافظ على اللي بدنا نطلعه وهيك، بس بس اذا ما عملنا ابديت في ممكن يكون في احتمال ما يتم رصده. بس برجع بقول اوكي، لك بس قد ايه فينا الحوالي نقعد بلا ابديت مايا؟ يعني حضرتك دايما بكل لقاءاتنا كنت تقولي انه ضروري الابديت، ضروري ضروري الابديت. نحن اذا صحيح. ما بدنا نعمل ابديت لنحمي هالشيء، لنحمي حالنا من هالشيء، قد ايه فينا نضل الوقت يلي فينا نضله ما نعمل ابديت؟ جمعه جمعتين، شهر شهرين، سنه سنتين، العمر كله؟ هلا هي انا عم بحكي هلا هيدي المرحله، يعني الاشخاص اللي بدهم يضلوا عم بيشاركوا محتوى داعم وما يتم ازاله هذا المحتوى، او ما يتم ينعمل لهم سنسورشيب على محتواهم، ولا يعملوا لهم بلوك. انتبه عم نوصل على مرحله في كثير 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 اكونتات عم ينعمل لها بلوك، خاصه في على الواتساب اكونتات لبريس وجورناليست هن فلسطينيه كمان عمل لهم بلوك صح لاكونتاتهم. مظبوط. هيدا اللي بدنا ننتبه له، انه نحن كميه المشاركات، يعني ترجع على سؤالك انه قد ما نضل ابديت بلا ابديت، كميه المشاركات اللي عم نعمله بابديت او بلا ابديت كمان بدنا نتوقع منها، يعني ما نكون كثير كميه الاشياء اللي عم نشاركها بس على هيدا التوبيك وهيدا الموضوع، لانه نعم شئنا ام ابونا رح يجي بلوك. عرفتي؟ هلا مايا، الابديت يعني قصدي نعم للأسف للأسف الشديد، وعذرا على المقاطعة، الوقت شرف إلى النهاية، كيف بتحبي هيك تختمي من عندك بشكل سريع؟ اوكي، انا بدي اوجه نداء ودعوه لكل الاشخاص اللي اكيد عم يشاركوا. بنعرف مثل ما ذكرتي سحر انه كل العالم عم يشارك هذا الموضوع، كل صحيح العالم على السوشيال ميديا عم تحكي عنه. جربوا قد ما فيكم وقت بدنا نشارك او نحكي عن هذا التوبيك ما يكونوا كميات من المعلومات، يعني كل صفحتنا بس معبايه عن هذا التوبيك. جربوا قد ما فيكم عملوا تفاعلات مع غير توبكس كمان، هذا بيساعد. وبالنتيجة عم نحط نحن آرائنا على منصات سياستها غير مناضلة ومناصرة للسياسة اللي نحن عم يعني للأشخاص اللي عندهم سياسات معينة. بقى انتبهوا لأنه يعني ما فيكم تعملوا شيء إذا صرتوا ريستريكتد أو إذا صار في بلوك،
ولو اعترضت ولو شو ما صار رح يروح الاكونت. فخلينا نعبر بطريقه عن جد تكون شوي هيك لايقه اذا بدك، ما نحط مشاهد عنيفه، ما نحط هاشتاجز كثير تدل على انه نحن المشاركات اللي عم نحطها ممكن يتم رصدها عبر الخوارزميات. هذا اللي بدي اقوله، واكيد في حريه التعبير وفي حريه الراي، طبعا هدول من حقوق لكل الاشخاص ان يتمتعوا فيها، بس اليوم للاسف هذا اللي عم بيصير. بقى بدي ارجع اوجه بالختام كمان يعني احرر تعازي، شو بدنا نحكي بالنتيجه؟ عم جرب حط البسمه على وجهنا، بس عن جد كلنا عايشين بهالحاله الاضطراب اللي عم نقطع فيه اليوم للاسف. ثانك يو صح، هذا للاسف. الله هيك يودي كل شيء اللي بايد الله، منه بايد حدا، دائما نحن هيك بنقول الله يخدنا هيك على الطريق السليم. ان شاء الله تكون هيك يعني ايام كثير صعبه ونحن حاسين فيها، بس ان شاء الله هيك بتقطع يا رب. انا بدي اشكر وجودك معنا مايا صغيب، خبيره في العالم الرقمي والتسويق الالكتروني. شكرا كثير على كل المعلومات. لقائنا الثاني اذا الله راد بيكون باستوديو مايا لنحكي عن مواضيع كثير مهمه. اصدقائنا نحن هلا بنروح لفسحه اعلانيه وبنرجع بنتابع معكم، بيكون عندنا لقاء مسجل مع الناتيوروبات الفريد كرا. We'll be right back.